السلام ورحمة الله. أول سؤال، كيف هو حال التعليم الخصوصي في المغرب؟ التعليم الخصوصي في المغرب في تطور مستمر من ناحية العدد التلامذ اللي فيه، من ناحية المؤسسات اللي كتفتح، وكذلك من ناحية العدد ديال مناصب الشغل اللي كيخلق باستمرار، اللي كتوصل حاليا ما يناهز 125,000 منصب شغل. التعليم الخصوصي هو تعليم وطني كيحاول يستجب لعدد كبير ديال الأسر المغربية اللي كتبحث على الجودة، وفي إطار البحث ديالو على الجودة كذلك هو دائما في تطوير مستمر للمناهج ديالو والمشاريع التربوية من أجل استجابة لهاد الأسر. ولله الحمد هو تيحاول يتجاوز المشاكل والمعيقات اللي كتعرض له. أستاذة حمدين، بغينا نعرفوا الإكراهات اللي كتواجه المدارس الخصوصية بعموم القطاع الخصوصي. هو في الواقع قطاع كيحاول يتطور بالامكانيات ديالو، وما عندوش اي مسانده من اي جهه. هي فعلا الوزاره ديالنا كتعبر لنا دائما بان القطاع الخصوصي هو قطاع شريك، ولكن احنا تنقولوا القطاع الخصوصي هو جزء مهم من المدرسة المغربية، بل هو راه المدرسة المغربية فحالو فحال القطاع العمومي. ومن المشاكل اللي كيعاني منها هو ان الأسر تطلب واحد الجودة عالية اللي احيانا كتفوق الامكانيات ديالو. الامكانيات محدودة فيما يخص الأطر التربوية. الاستثمار في القطاع كيتسم بشويه ديال الهشاشه من حيث الاستمراريه ديالو، مستقبل مجهول في الواقع بالنسبه للاستمرار في القطاع الخصوصي. وبالاضافه ان القطاع الخصوصي هو في السير ديالو اليومي وكذلك تسيير مدرسه خصو يكون يتعامل مع وزارات كثيرة وأجهزة كثيرة، وخصو يكون عنده الإمكانيات البشرية وكذلك القدرة على أنه يقدر يستجب للقوانين ديال كل إدارة ولكل جهاز وكل وزارة. وصدقوني راه ماشي من السهل، وأنه يكون في المستوى المطلوب ديال هاد التحديات كاملة، الأسر، القوانين اللي كتخرج باستمرار، وكذلك ضرورة الاستثمار في مشاريع تربوية، لأن كل ما هو تربوي راه في استمرار، راه في تطور مستمر. وخص المدرسة الخصوصية تبقى مسايرة هذا التطور. أنكم أجلتم أو علقتم إضرابا كان مقررا يوم 3/11 لماذا التأجيل ولماذا الإضراب؟ الإضراب، قرار الإضراب هو في الواقع كان هو تعبير ديال المؤسسات كثيرة على الضغط اللي حسوا به. ما كانش هي رغبة ديال الخوض في الإضراب، لان احنا ناس تربويين وعندنا الحوار في الواقع هو المبدا ديالنا الاول والاخير. احنا بالعكس، احنا راه كنربيو الاجيال على الحوار، كنربيوهم على انهم يدافعوا على المطالب ديالهم بدون لجوء الى اضرابات ولا. ولكن كيف قلت، هذا القرار ديال الإضراب جاء من بعد واحد الشعور بالضغوطات
وغياب في الواقع، غياب حتى ديال الحوار من طرف المسؤولين. الضغوطات اللي تعرض لها، نعطيك غير امثله، هو مثلا المقرر الوزيري 15/1 اللي كينص على منع استفاده مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات اساتذه التعليم العمومي. هذا المقرر الوزاري احنا ماشي ضده ابدا، احنا بالعكس اننا نوفر هيئه التدريس ديالنا، هو هدف رئيسي بالنسبه لنا. لان اذا كانت عندك الهيئه ديالك، الهيئه التدريس ديالك راه كتمشي معاك في مشاريع وكتكون متواجده معاك ديما في المؤسسه وكتمشي معاك في المشاريع ديالك التربويه وكتكون حتى عندها حتى الوقت الكافي باش تكون تساير معاك في المؤسسه. وفعلا احنا من ناحيه ديال هذا الاكتفاء حققنا اهداف كثيره وتجاوزنا مراحل عديده. مثلا بالنسبه للاكتفاء الذاتي في الابتدائي راه عندنا 100%، 90% في الاعدادي، وحتى هاد النسبه ديال حتى هاد الاساتذه التعليم العمومي راه حنا يلاه كنشغلوا 6% ديال العدد ديال الاساتذه ديال التعليم العمومي، معناه ان ما عندناش تاثير على السير ديال التعليم العمومي. لهذا احنا ما تنطالبوش ان هذا المخطط الوزيري يتلغى ابدا، احنا بغينا غير شويه ديال الوقت اكثر، لاننا فعلا حققنا تجاوزنا مراحل كثيره وباقي مؤسسات اللي ما استطعوش يحققوا 100% ديال الاكتفاء. هذه بعض المعيقات. كيجي تشغيل ديال وزاره التعليم الاطر التربويه ديالنا في وسط السنه، كتنظم مباريات الولوج للتعليم العمومي وكتشغلهم في وسط السنه، كنلقاو راسنا في وسط السنه مع اساتذه اللي كيغادروا المؤسسات ديالنا وحنا معنا معاهم عقود وكيستافدوا من جميع الحقوق ديالهم، وكيبقاو لنا اقسام وتلامذ بلا اساتذه، وصعيب علينا احنا كمؤسسه ديال التعليم الخصوصي اللي العائلات ديالها طرقوا الباب ديالنا باش ولادهم يستافدوا من تعليم ما فيهش الغياب، ما فيه استمراريه. صعيب علينا باش نبقاو باساتذه بلا مع تلامذ بلا اساتذه. هذا مثال ثاني من المعيقات اللي كنواجهوها في القطاع التعليم الخصوصي. استاذه حمدي، هل فتح باب الحوار مع الجهات المسؤوله وما هي افاق الحلول؟ الحمد لله ما يمكننا الا نشكروا جهات عديده اللي فتحت لنا باب الحوار، منها مديرية الضرائب اللي وعدنا بتكوين لجنة اللي من أجل دراسة خصوصية القطاع، وكان هذا مطلب ديالنا مهم، خصوصا أن الدولة كانت تعهدات بمسائل عديدة في اتفاق الإطار اللي كانت وقع مع القطاع الخصوصي، كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي حتى هو فتح معنا باب الحوار. حققنا واحد الهدف كنا كنناضلوا من اجله، واللي كنشكر عليه وزير التربيه الوطنيه شكرا جزيلا، الا وهو استفاده العاملين بالقطاع الخصوصي من مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه. وعدنا بفتح الملف من أجل تحقيق هذا المطلب إن شاء الله قريبا. وإحنا بالنسبة لنا هذه المسألة عندها أهمية كبيرة، لأن ملي كتقول استفادة العاملين بالقطاع الخصوصي كتقول
المشي قدما بالمدرسه المغربيه، لان احنا في المدرسه المغربيه كتعتمد اساسا على العامل البشري. اذا هنيئا العاملين بالقطاع الخصوصي، وشكرا لوزير التربيه الوطنيه، ونتمنى ان شاء الله اننا نشتغلوا على هذا الملف في القريب العاجل. وحنا وانا كممثله الفيدراليه الوطنيه كنعبر على الاستعداد ديالنا باش نقوموا بالاجراءات القانونيه اللازمه، وكذلك باداء الواجبات المترتبه عن هذه الاستفاده، لان بالنسبه لنا هذا استثمار من اهم الاستثمارات. الكلمه ديالي نبغي نوجهها للراي العام. احنا قطاع كنسميو القطاع اللي من الاسر المغربيه للاسر المغربيه. احنا في الاول وفي الاخير نبغيو نحققوا الهدف ديالنا، الا وهو تكوين جيل قادر يساير التغييرات ديال الزمن ديالو. ونبغي نقول للجميع بان رحنا قطاع اللي واخا مؤدى عنه، ولكن قطاع راه كيفكر في العائلات اللي مسجله وليداتها فيه. بعض المرات كنسمعوا للاسف بزاف الناس كتكلم عليه ماشي بايجابيه لمشكل وقع في مدرسه او في اخرى. نبغي نقول لكم، وانا انسانه واقعيه، نبغي نقول لكم بان في كل قطاع كاين الصالح والطالح، ولكن صدقوني في قطاع التعليم الخصوصي النسبه الكبيره ديال المدارس الخصوصيه كتشتغل على النجاح ديال التلاميذ ديالها، وخص الحالات الخاصه ما تكونش هي القاعده. القاعده هو اننا بغينا نستجبوا للطلبات ورغبات كل العائلات اللي كتنتظر منا تربيه، كتنتظر منا تعليم في مستوى احسن البلدان، وفي مستوى تطلعات المسؤولين، وفي مستوى صاحب تطلعات صاحب الجلاله نصره الله. وشكرا.